والتبديلين طبعا للفريقين. مورغانتي حكم المباراة الشجاع في الشوط الأول بإلغاء هدف في البدايات الأولى كان لزلايتا، وأمام 60,000 متفرج كما نشاهد الآن في الملعب الممتلئ عن آخرة في تلك المباراة. طبعا إيطاليا ودعت بركلات الترجيح، ولدينا محاولة عالية وللأمام والكرة ملعوبة، لكن أيضا مرت وعدت إلى خارج الملعب. كانت المحاولة الأولى في المباراة عن طريق اللاعب البديل لاعب الأوروغواي بولياتشينو، ماريانو بولياتشينو، والرجل الذي يتمنى أن يعود في الشوط الثاني، لكن روما لا زال يواصل الأداء نفسه، نفس الأداء الفعال. الكرة ملعوبة الآن، هذه خطيرة ملعوبة في المكان، جول جول، هدف ثالث ينهي الأمور، تكفل بالثالث. روما 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 اليوم يلعب مباراة غاية في الروعة، والهدف فوتشينيتش، وفوتشينيتش بالتالي هو اللي بداها، لكن أصر في إصرار على الضغط على حامل الكرة. اللاعب النجم الذي قال عنه بيليه أن إيطاليا يجب أن تدين بالفضل لكونتي في فوزها بكأس العالم عام 82، طبعا الآن ابن دانيلي كونتي. ولدينا ضربة حرة مباشرة أمام الكرة، جوليو بابتيستا يتقدم الآن، كرة قوية ملعوبة، ملعوبة قوية بالفعل، لكن تصطد أيضا في الشباك من الخارج وتتحول إلى خارج أرضية الملعب. شوف المباراة لا زالت في وقت طويل جدا، لكن كما ذكرت نادي نابولي، نابولي عليه العودة الآن. يا سلام يا سلام يا سلام على لعبة أكثر من ممتازة وأكثر من رائعة من الاثنين، من الاثنين الاثنين من زلايتا في هذه اللعبة الحلوة. ثم إلى ريال مدريد، كرة ملعوبة للأمام، هذه في مكان خطير والتسديدة، وفرصة، فرصة هدف رابع كانت موجودة. اليوم يوم روما، روما اليوم برافو. الرجل الذي كان غاضبا عن طبعا ما حدث في مباراة الأمس، كرة خطيرة ملعوبة لكن أيضا ذهبت إلى خارج الملعب وبالتالي إلى ضربة مرمى. ولدينا هنا النجم الأرجنتيني دينيس الذي لم يبدأ مباراة اليوم، وكانت الأفضلية في حسابات المدرب إدواردو ريا للاعب الأوروغواي، لاعب اليوفنتوس السابق، لاعب روج السابق. خطأ موجود الآن، يبدو أن عنده انذار واحد فقط اللي هو سانتا كروشي، وكرة ملعوبة الآن، والتسديدة موجودة، والتصدي بامتياز لحارس المرمى ماتيو جيانيلو، اللاعب الذي كان موجودا ومتقدما في اللعبة الماضية، ومرتدة في المكان المثالي جدا لمينيز، بسرعة ممكن يعدي، عدى بالفعل، تقدم في المكان الخطير، هذه كرة خطيرة، فرصة لكن ضايعة. واحدة من أجمل مباريات روما ربما منذ سنتين، منذ عامين، منذ حولين لجماهير نادي نابولي، لأنه الزائر الذي يعكر صفو المدينة. العام الماضي كان الزائر الذي فاز، وكرة خطيرة وكاد أن يسجل في مرمى الهدف الرابع. سانتا كروشي، سانتا كروشي وباولو كانافارو، واليوم يوم سيء للغاية على أرضية ميدانه في المباراة العاشرة. كرة ملعوبة للأمام في مكان سليم بالفعل، سليم بيروتا، هذه خطيرة وفرصة ملعوبة، وفرصة الهدف الرابع بالضيع لإبعاد الكرة من جيانيلو، ماتيو جيانيلو. يعني لو كان شوية تركيز مثلا وشوية عدم وشوية حظ مع نادي روما كان تكون أكثر أكبر من ثلاثة لا شيء. لكن دقيقة انتهت والصافرة انتهت والصافرة جاءت والضربة الركنية لم تلعب والأمور حسمت، وملعب سان باولو الملعب المرعب اليوم ما كان مرعب على روما،
روما يتألق في ملعب الرعب وبالتالي يعود بنقاط المباراة الثلاث ويرتفع رصيد روما إلى 33 نقطة ويبقى رصيد نادي نابولي عند 33 نقطة.